يلتزم العراقيون بأزيائهم الشعبية التي تمثل هويتهم وعمقهم التاريخي، واعتاد كثير منهم على ارتداء الزي الشعبي الرجالي في المناسبات وغيرها، كونها تمثل زينة ووقارا للرجل. وتعد العباءة والشماغ والعقال إحدى المكملات لأناقة الرجل. وعينا من الصغر على تراثه حنا وأجدادنا وأبانا على هذا الزي العربي الأصيل، وهو لبس العقال والشماغ والعباء، واحنا في الأصح العباء بالشتاء والخاكية بالصيف. بالنسبة للعباية الرجالية، هي عباية ما تقول استوردناها من أبائنا من أجدادنا، وهي مهنة يعني حرفية بالنسبة، عمل كله يدوي. وحاليا احنا كشباب ما تقول احنا ما منقطعين عنها، يعني ما تقول رغم هي تعبها وجهدها، وللعلم يعني ما تقول هسه يعني هذا يعني هسه هذه العباية إذا أريد نقدر مثل العمل ما يأخذ وقتها بحدود تقريبا فد 12 أو 15 ساعة، يعني شوف الجهد اللي تأخذه بالنسبة لها. ومع ذلك فالشباب هي مقبلة عليه كعمل وكحتى لبس العباية الرجالية اللي يلبسونها. وما تزال الأزياء الشعبية التقليدية محافظة على حضورها أمام أنواع الأزياء والموديلات، وتجد إقبالاً ورواجاً من قبل الشباب. العمل مالها بها مراحل، يعني خلينا نقول هسه مثل هذا بالنسبة للعباية اللي بيجي بها ثلاث مراحل بالنسبة لنا، يعني هاي المرحلة الأولى، وبعدها المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة، وبعد ذلك ما تقول تترحل مثل هذه العباية، مثل ما تقول المودية مثل المحافظة للنجف والبغداد، ومن بغداد والنجف تصدر همه، تصدر كعباية، هذا تصدر لبقية الدول الخليج، يعني كافة دول الخليج وسوريا، وبس أكثر شيء دول الخليج لأن عليها إقبال. إحنا كشباب هاي المهنة استعرضناها عن آبائنا وأجدادنا، وهاي المهنة هي صارت باب رزق لنا، وحتى بعض الخريجين ما عندهم فرص عمل صارت العباء هاي فرصة عمل لهم، وهاي العباء مجهدة بعملها وبشغلها متعبة، وإحنا كشباب نقعد مجامع نشتغلها ونستشير بعضنا، وأكو خريجين ما عندهم فرص عمل يشتغلون هاي العباء، وهاي العباء بعضها تصدر للخارج ودول الخليج لأنهم هناك أكثر رغبة عليها وسحب عليها. مراحل عملها أربع مراحل العمل مالتها. يعد الزي العربي التراثي امتداداً للجذور ورابطاً مع الإرث الحضاري للرجل الجنوبي، ولكل مكان زي خاص به. ففي الجامعات يرتدي الشباب البذلة الرسمية، وحينما يعود مضارب عشيرته ويجلس في المضيف يرتدي الزي الشعبي التراثي. أنا المتحدث أداوم كلية الآثار، تلقاني بالدوام قاطي ورباطي وترتيبي بالدوام، بس من أجي للمناسبات العشائرة وللدواوين وللمضيف تلقاني ألبس شماغي وعقالي، وهذا من هذا التراث الأصيل. أكو إقبال عليها من الشباب تلبسها حاليا، فإحنا ليش مستورثينها؟ يعني فنقول هي يعني حرفية وهي تعتبر كباب رزقهم إنه وللشباب، زي إحنا كمنطقة هنا بالنسبة نقول فهم مقبلين يعني على هذا، رغم أكو بعض ما تقول الشباب عندهم غير مهن، لكن هاي المهنة لا ما عارفينها بالنسبة لهم، فهي عمل ما تقول قلت لك يعني رغم جهدها وتعبها لكن أكو فما تاركينها. ليش؟ ليش ما تقول حقيقة رغم ما تقول تعبها إحنا ما تقول ما نعوفها. ليش؟ ليش ما تقول هي حرفية وبها فن. من خلال الأزياء والملابس يمكن أن نحدد هوية انتماء الشخص إلى بلد معين أو منطقة ما، فلكل بلد أو مجموعة أشخاص ترتبط بروابط وأصول معينة أزياء خاصة بها
تتميز عن المناطق الأخرى وتشكل هويته التي تعرف من خلالها. الزي العربي التراثي هو جزء من الأصول الضاربة في عمق التاريخ، وشكل الكوفية يشبه شبكة الصيد ويرمز إلى الموروث السومري الذي ما زالت بقاياه متوارثة في العادات والتقاليد الجنوبية حتى اليوم. علينا أن نحافظ على هذا التراث الأصيل الأصيل، نحث جميع أبنائنا وعشائرنا للالتزام بالزي العربي، لأنه هو هوية عشائرنا. وتعرف أنت خاصة أبناء الجنوب بطابع عشائري يغلب عليهم الكثير، هم طابع عشائري. مرات اكون صيرنا شباب من باب التعقيد، هذا العقال وهاي، بس هو هويتنا واصيلنا وتراثنا يعني من هذا الباب. يميل الكثيرون الى تعريف العقال انه من العقل، اذ يمنح حامله سمة الوقار والاحترام كونه يوضع على الرأس، ومكان العقل في الرأس، وقيل أنه لعقل الإبل لئلا تغادر مكانها، وهو غير بعيد عن هذه الآراء. الزي العربي هو الشفية والعقال والخاشية والهدم، هو رمز من أصولنا وتقاليدنا وتراثنا وعرفنا، فيجب الالتزام به وتشجيع الشباب بلبس الزي العربي. وتمنع الأعراف الاجتماعية من يلبس العقال من العديد من الممارسات التي لا تتوافق وهيبة العقال، فهو يضع حدوداً وقيوداً لحامله. الشيخ من شيوخ الأولين فصعد بسيارة ولقى شاب السيارة مع احترامات الشباب، فسأله منو شنو هذا على راسه؟ قال له هذا تاج. قال له شنو التاج؟ قال له هذا بمخايط وبأبر. قال له شنو المخايط؟ قال له انتم تشقون واحنا نخيط لكم. فقال الشاعر: يا زي العرب يعقالها لينه، كون اللابسك ما يقرب الشينه. يا زي العرب يعقالها لينه، كون اللابسك ما يقرب الشينه. بيك شقد أبر يا رمز ضمينه، ونخيط بيك المفتوقة ونخيط بيك المفتوقة. يكون لونه في الغالب أسود، وصف بأنه كالتاج على الرأس، ويصنع العقال عادة من صوف الماعز وأيضا من الحرير والقطن، ويتكون في العادة من دائرتين ترتبط بهما خيوط متدلية تتباين في الطول من منطقة لأخرى. ويرتبط العقال بالشرف، ولا يلبسه الرجل إذا قتل من ذويه أحد حتى يأخذ ثأره، وكذلك ينزعه الرجال حزنا في المصائب. يتوارث الأبناء تراث الآباء ويسلمون الراية لأبنائهم، ويدخلونهم في ورشة اختبار وتدريب دائمة للتعريف على قوانين المجالس والأعراف الاجتماعية ومعرفة الحقوق والواجبات. هي بيها تقول نوعيات، مثل حسب الدرجة مالتها، مثلا اكو نوعيات تصير غالية. الكلبدون، هذا نسميه الكلبدون، اللي هنا عندنا شباب هنا بنسمع لهم اللي هذا قاعد يشتغلون بيه الكلبدون هذا، زين. فهذا ما نقول العمل ماله يعني كنوعيات وكعمل غالي. توصل الاسعار، اكو بعض العبي توصل يعني حتى اكثر من مليونين، اكثر من مليونين، واكو بعض العبي توصل مثل 250 او 100 ألف، زين. اما هذا لا، هذا هو بس العمل ماله غالي، بس العمل ماله غالي يعني، بس عمله يوصل حدود يعني حدود تقريبا 250 ألف بس كعمل هو، والمواد مالاته. تتعدد الألوان والأشكال للزي العربي، لكنها تبقى ضمن الإطار الواحد والشكل التراثي القديم الذي ورثه الأحفاد من الأجداد. خلال هاي الفترة، نقول احنا بالنسبة كشباب هم طورنا العمل مالتها،
فاكو بعض الفن بيها، يعني حتى نقدر مثلا نرسم بيها، مثلا نرسم بيها مثلا كعلم عراقي، كبعض الرسومات، بعض النماذج، فالنماذج نقول اشكال بيها. ومع الالتزام بتقاليد الزي، هناك إلزام في المجالس بطقوس خاصة لشرب القهوة، تبدأ من طريقة الإعداد والتحضير إلى التقديم. يشرع القهوجي لتقديم فناجين القهوة من الدلة بمن يتواجد من نسل النبي محمد صلى الله عليه وآله، ثم الضيوف، يليه زعيم القبيلة، ثم يقدمها للجالسين بالتسلسل، وتسمى طريقة تقديمها بالقص، ويقدم الفنجان باليمين ويستلم باليد اليمنى، واستحقاق كل شخص 3 فناجين فقط، وإذا اكتفى بفنجان واحد فيقوم بتحريكه قليلا فيفهم القهوجي ذلك ويتحول إلى شخص آخر. بقي الزي الشعبي التقليدي صاحب حضور خلال العقود الماضية، ويزداد حضوره في الأيام الحالية حتى أضحى سمة تميز الشاب الجنوبي.